ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفيديو جديد. بس قبل ما ابدا الفيديو، رجاء تعملوا لي لايك وشير الفيديو لو حبيتوه، وكمان سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها، ويا ريت كومنت حلو قوي كده زيكم. ولو حد عنده اي استفسار لاي حاجه يقول لي على طول وانا اكيد هجاوبه. الفيديو النهارده ريفيو او تكمله للفيديو اللي انا كنت عاملاه بتاع الفيجيتابل سبينر، اللي هي الاداه او المكنه اللي بنحط فيها الخضروات الورقيه وبتنشفها. من ضمن برضو الحاجات اللي انا برضو اشتريتها من عندهم من هوم بوكس لما روحت جبت اللي هي السبينر، الفيجيتابل سبينر، جبت الازازه دي. عجبتني فيها كذا ميزه. اول هام ساعتها لتر، فعشان ما بقدخش واشوف نفسي انا المفروض اشرب 2 لتر في اليوم، فعشان ما ادخش واقعد احسب انا شربت كام كوبايه، طب الكوبايه كام ملي. دي ريحتني جدا ان انا عارفه ان دي مقدارها مرتين، هو ده المقدار اللي انا لازم اشربه في اليوم، فريحتني جدا. دي اول هام. تاني هام البلاستيك بتاعها قوي ومتين جدا، فما تقلقيش منك لو وقعت مش هتتكسر ومش هتتشرخ. تالت هام الصفايه اللي من جوه دي. الصفايه اللي من جوه دي بالنسبه لي انا كأسماء كانت منقذ، لان انا بحب احط في الميه ان اوراق نعناع فريش، شرايح ليمون اوقات، شرايح خيار اوقات، عشان مثلا يبقى الترطيب بيدي الحاجات دي بتدي يعني بتدخليها المعده، بس بعد كده بتدي ترطيب للبشره. بحب احط فيها عيدان قرنفل، يعني اي حاجه ممكن احط فيها مثلا بشر برتقان، بشر ليمون، الحاجات اللي بتدي طعم للميه دي بدل ما تبقى الميه طعمها عادي كده، فبحب كده. بس كنت معاني من فكره ان لما باجي بشرب الحاجه بتقع معايا، فكانت دي بتضايقني قوي، فكنت بضطر اسيب الميه فيها الحاجه وبعد كده اصفي الميه وارجع انقل الميه تاني. فدي كانت بالنسبه لي اختراع، ان انا ما بضطرش اشيل الحاجه منها، بفضل سايبها طول اليوم بتنزل لي العصاره بتاعه الحاجه اللي انا حطها بمنتهى البساطه وبمنتهى الجمال، يعني حاجه ولا اروع. الحاجه الثالثه برضو والجميله جدا 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 فيهم اني هي عادي بتلف كده، هنا ده يعني بيلف مش مجرد كبس. الصفاية دي كمان عشان برضو يعني تحسبا ان انت ممكن حاجة من هنا وانت بتشربي تقوم نازلة داخلة معاكي في الشرب، فقرروا ان هم يعملوا لك صفاية تانية، اهي صفاية تانية صبيبية من ورا عند الشرب من هنا، عشان برضو ما تنزلكيش اي حاجة من هنا. فكان ده برضو بالنسبة لي تاني اجمد حاجة موجودة او تالت اجمد حاجة موجودة في الاختراع دي. وسعرها كان بسيط جدا جدا، يعني انا كنت جايباها ب9 ريال، كانت حلوه جدا. كان في منها الوان، كنت جايباها من هوم بوكس، كان منزلين عليها عرض عشان هم كانوا لسه يعني فاتحين، فجميله جدا جدا. انصحكم جدا ان انتوا لو عايزين حاجه زي كده تروحوا تجيبوها من هوم بوكس، هو موجود هنا في بريده في النخيل بلازا. وبس، شكرا وباي باي.